التفكير النقدي الجزء الثالث الحجج الواهية. يتشكل المنطق من أفكار تسمى المقدمات المنطقية. حتى إذا بدت هذه المقدمات منطقية، فمن المهم أن تنتبه إليها للتأكد من أنها ليست ضعيفة. إن الحجج الواهية هي صيغ معدلة من الحجة التي تقدمها، وهي إما غير مرتبطة بموضوع النقاش أو شديدة التبسيط أو مبالغ فيها أو محرفة، ويمكن أن يفندها الآخرون ببساطة محتفظين بالشكل المنطقي. على سبيل المثال، ربما تشارك في نقاش حول ما إذا كانت التطعيمات يمكن أن تساعد في خفض عدد الأشخاص الذين يصابون بالأمراض بسبب فيروس بعينه، فيرد عليك شخص آخر بحجة مضادة زاعما أن شركات الأدوية تحقق أرباحا ضخمة من بيع اللقاحات. وهكذا يتحول محور النقاش من مزايا اللقاح إلى مسألة التربح. ومن السهل أيضاً أن تعتقد أن الجميع يتفقون مع المقدمات المنطقية التي تقيم عليها حجتك، لكن سوء التفاهم أو المقدمات المنطقية الخاطئة يمكن أن تتسلل إلى النقاش. على سبيل المثال، يمكنك أن تقول إن فيروس الحصبة يصيب بالمرض، ولقاح الحصبة يحتوي على فيروس الحصبة، إذن فلقاح الحصبة يصيب بالمرض. بناءً على الحقائق المبسطة، فإن هذا الاستنتاج منطقي، لكن المقدمات المنطقية قد لا تكون سليمة تماماً. يتعين عليك أن تثبت أن لقاح الحصبة الذي يحتوي على نفس الفيروس موجود في صورة تصيب بالمرض، فالواقع أن لقاح الحصبة يحتوي على نسخة معطلة من الفيروس تتكاثر ببطء ولا تصيب بالأمراض. هذا فارق دقيق لكنه شديد الأهمية. حتى اختزال الخلاف إلى مجرد مؤيد ومعارض أو صواب وخطأ أو أسود وأبيض يمكن أن يستخدم للتضليل، فتذكر أنه من الممكن أن يوجد أكثر من حل واحد.